هنروح معاكم من خلال زوم مع الكاتبة والمعالجة النفسية الدكتورة وفاء شلبي، وهنعرف منها أكتر ليه في ناس بتراقب دايما غيرها وما بتركزش في حياتها. الناس دي إيه مشكلتهم؟ دكتورة وفاء، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا ايمان؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. طبعا احنا كستات احنا يعني 24 ساعة. بصي اقول لك على حاجة، انا ممكن اقع الكعب اللي اقول اه ما هي عين فلانة اللي شافتني وانا داخلة الاستوديو، اروح ما اعرفش العربية تتخبط، ايوه ما وانا نازلة من العمارة كان فلان يعني بقى عندنا فوبيا من موضوع العين، وان الناس تحسدك وان الناس باصة في حياتك، لان فعلا هم بقوا كده قوي جدا في الزمن ده. ده حقيقي. طبيعة الشخصية دي ايه يا دكتورة؟ يعني دي طبيعتها ايه اللي هي طول الوقت راشقة في حياتك؟ دي طبيعتها ايه؟ بصي، خلينا نبدأ الموضوع من الأول. ليه احنا بنقارن أصلاً؟ مفيش طفل بيتولد بيقارن حاله بحال حد تاني كده لوحده. المنبع من التربية، يعني لازم يكون في أم أو أب قارنوه بحد تاني، فهو اتعود يبص دايما لأقرانه، زمايله، جيرانه، ويقارن نفسه بيه. يعني فالخلل بيبقى من التربية من الأساس. يعني الأم بتفضل تقول له شايف ابن خالتك، شايف ابن عمتك، شايف جارك، شايف صاحبك جاب مجموع مش عارف عامل ازاي، شايفة هي لابسة ايه، شايفة بيتقدم لها عرسان ازاي، شايفة جايب لها ايه. طول الوقت في مقارنات، فده بيخلي الإنسان يكبر على إنه يبص دايما للناس هما حالهم أحسن منه أو مش أحسن منه. للأسف في ناس كتير جدا ما بتحبش نتكلم في موضوع التربية ده، يعني مش كتير آباء وأمهات بيعترفوا إن الخلل بيبقى من التربية. أنا عايزة أقولك على حاجة، هما في نوعين، قولي. يعني أمهات بتشتكي من نوعين، يعني لو إحنا بقى بنتكلم من الأول التربية، بعد كده بقى لما كبرنا، لكن هي دي الأساس فعلا. في عيلة ميسورة الحال، وده طبيعة الحياة، في ناس غنية جدا وفي ناس فقيرة جدا وفي ناس وسط عادي جدا، كلنا عايشين العيشة دي. في الأغنياء دول اللي هما موفرين كل حاجة لولادهم، أنا قابلتني أم بتقولي أنا جايبة لابني كل حاجة، أحدث بلاي ستيشن، أحدث معرفش إيه، كل حاجة كل حاجة واو يعني. وابنها متضايق طول الوقت، وطول الوقت بيشتكي ان صاحبه ما عرفش لابس ايه مش زيه، وعايز يعمل زي فلان. طب ده غني بقى جدا، ها؟ التانيين الناس اللي على قدها جدا ممكن يبص لان هو على قده، فاقدر يعني قال انا قلبي يبقى معاه اللي هو ايه يعني يمكن عشان هو ما عندوش، لكن اللي ما عندوش بيبص وبيقارن، واللي عنده جدا دي حجته ايه بقى؟ لأنه الرضا ملوش علاقة بالمستوى الاجتماعي. الرضا شيء مختلف تماما. يعني فكرة ان انت عندك كونسبت المقارنة او فكرة المقارنة دي ما بتفرقش ما بين غني وفقير او مستوى متوسط. اللي اتعود يقارن بيقارن في كل الأحوال، لأن دايما موبايلك فيه موبايل أحدث منه، عربيتك فيها عربية أحدث منها، ناس عندها شقة فخمة جدا وناس عندها فيلا وناس عندها قصر. احنا طبقات اجتماعية، ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي بتاع الحياة. ايوه فطبيعي انك دايما لما يبقى عندك حاجة هتلاقي صاحبتك عندها احسن، او ان الجيران عنده احسن، او زميلتك في الشغل عندها احسن. فده طبيعي طيب، جدا، انا ارد على لانه الام ملوش. دي، انا ارد عليها اقول لها ايه؟ يعني هي دلوقتي لسه طفل، يعني انا لسه هو مش فاهم ان يعني ايه رضا، يعني هو مش فاهم اصلا الـ يعني ايه رضا، يعني ان انت لازم ترضى، فبيبقوا لغايه سن المراهقه على فكره ما يفهموش يعني الرضا ده شكله ايه. لكن انا دلوقتي كأم ازاي اكسر في حته دي الاضطراب النفسي ده عشان ما يطلعش عنده امراض نفسيه لما يكبر؟ يعني ان انا فهمك، ان انا اعلمه الامتنان من وهو صغير. الامتنان ده اثره النفسي على الكبار قبل الصغيرين غير طبيعي. يعني نعمل ايه؟ يعني قوليلي احنا اعمل ايه؟ يعني طول الوقت بمتن للحاجات اللي عندي، الحاجات اللي عندي اللي هي ممكن تبقى مش عند الناس الاقل او الناس اللي ما عندهمش الحاجات دي. الحواس الخمسه اللي احنا بناخدها تحصيل حاصل وكانها مش موجوده طول الوقت، امتن ليها، امتن ان عندي بيت، في ناس ما عندهاش بيت، امتن. طبعا الكلام ده ساعات بيتاخد للاسف بسوء، يعني لا نيه ان انت كده بتتكلمي على الاقل، فالاقل هيزعل. ما هو الاقل في الاقل منه ايوه برضه. بالظبط يعني كده، قال لي في الاقل منه، فكل واحد طبقات، احنا كلنا فكره ربنا خلقنا طبقات. الامتنان ملهاش علاقه بالمستوى برضه. طيب دكتورة وفاء، انت بتعتبري الناس البصاصة دي، الناس اللي حاطة عينيها كلها في حياتك دي، ناس مريضة نفسيا ولا دول نصنفهم ايه؟
بصي، ما نقدرش نقول انهم مضطربين، يعني عندهم اضطراب، لكن ممكن نقول ان عندهم مشاكل نفسية واضحة. طبعا يعني فكرة الانسان ما يبقاش مركز على حياته ومركز على حياة غيره طول الوقت، مين عمل مين جاب، ده حاجة طبعا اكيد مش طبيعية. يعني طيب دكتورة وفاء كست بقى، مش دكتورة خلاص، بما انك تخيلي بقى ست طول اوكي الوقت، اصل احنا كستات فيها هتلاقي ناس راشقة عينيها في حياتك، لبستي ايه، رحتي فين، اتجوزتي، اتطلقتي، جبتي عربية جديدة، سكنتي فين، غيرتي بيتك، رحتي فين. فهل بقى وفاء الست حصل حصل؟ اكيد، انا متأكدة. بتتعاملي ازاي مع الناس دي؟ يعني بتتعاملي ازاي؟ عشان انا زهقت، ما بقتش اعرف اتعامل. بصي هقول لك حاجة، أنا كنت زمان مش مركزة في مين بص ومين عمل ومين علق، بس أنا لما بقيت أخد فوق دماغي بقى يعني اجباري ابتديت اجباري أشوف. بتقولي إيه؟ اجباري، بقينا خلاص نشوف اجباري. لا، ابتديت أحس بحاجات غريبة، ابتديت أركز إنه في ناس فعلا مش هقول إنها بتحسد أو كده، بس في ناس ممكن تغير، ممكن الغيرة توصلها لإيذاء، فيبقى في اكشن صريح هي عايزه تاذيكي بيه او هو عايز ياذيكي بيه، غير بقى ان انت تقولي ده انا اتحفدت، يعني في حاجه كده جات لي من اي حته فتعبتني او مرضتني او عملت لي مشاكل. لا، في حد ممكن ياذي ايذاء صريح وممكن يغير، الغيره توصله لكده. فانا بعرف، بقيت اعرف التفكير ده من التركيز، ان حد ممكن يبقى فعلا عارف، يعني كلمه مركز في حياتي اكتر مني دي مش حاجه اعتباطيه قوي. في ناس بتبقى فعلا عارفة تفاصيل حياتك انت ممكن تكوني نسيتيها وهم لسه فاكرينها، انا فلما بلاقي حد مركز قوي كده ببتدي انا اللي اركز معاه بقى. تعالي بعمل زيك عشان تقلقي. انت لا عارفة لا لا، انا ببتدي اركز انها ممكن تكون غيرانة، ممكن تكون، لان مش طبيعي ان الناس تبقى فاكرة حاجات انت مش فاكراها انا او عايزة فاكرة انا خطواتك عايزة اقول لك وتحركاتك والاحداث اللي حصلت لك في حياتك، وجبتي ده بكام وجبتي ده، يعني ده مش طبيعي. يعني انا في فانا ناس، انا ما بعملش كده، ما بركزش في حال حد كده. فدي علامه مميزه جدا للحد اللي ممكن يكون بيغير منك، يعني فساعتها تبتدي تاخدي احتياطاتك بقى، انك انت مش كل حاجه ممكن تشاركيها بيها او مش كل حاجه تعرفها عنك، او مش يعني تبتدي تاخدي بالك يعني. هو عموما يعني انا ابتديت اعمل حاجه، يعني كنت الاول بقول كل حاجه، ولو انا رايحه شغل جديد قبل ما بروح اقول طبعا الشغل ما بيجيش، لو انا رايحه اشتري عربيه طبعا ما بيجيش، اول ما بقول اخبط العربيه، يعني المهم ايه، انا ابتديت انا كايمان مختار ان انا ما اقولش الحاجه غير بعد ما بتخلص، يعني ابتديت، لكن انا كنت عبيطه جدا في البدايه، يعني ما هو ساذجه جدا انا يعني. انت زيي بالظبط، انا اتعلمت الادب برضه. يعني اتعلمنا الادب اجباري يعني، مع وبعدين بنعيا كتير، تيجي تقومي عيانه عيانه عيانه، مصدعه، تعبانه، ضغطي، ففي عوارض كتير بتبان ان الناس راشقه في حياتك يعني. فيعني نقلل شويه الظهور ونقلل شويه السوشيال ميديا دي اللي جابت اجلنا. بشكرك ده جدا حقيقي، دكتوره السوشيال وفاء ميديا شريف. بقى فيها اختلاط اكتر، زمان ما كانش فيه كده، دلوقتي حياة الناس بقت مفتوحة قوي، فانت شايفة حياة الناس والناس شايفة حياتك قوي، بالظبط، فطبعا ده بيزود الموضوع يعني. بشكرك جدا دكتورة وفاء شلبي، بجد نورتينا، وإن شاء الله تكوني معانا بقى في الاستوديو الحلقة الجاية إن شاء الله.